جملة من الأسباب والخطط التعليمية تقف وراء فوز مدارس الإيمان قسم البنات بالمركز الأول في النسخة الثانية لمسابقة تحدي القراءة العربي التي استضافتها مدينة دبي قبل أيام، متفوقة على 41 ألف مدرسة من مختلف الدول العربية. حمد رشيدات والتفاصيل. هنا وفي هذا الصرح التعليمي تحديدا ثبتت رؤية هلال الإبداع المعرفي الذي اتضحت معالمه في سماء مدرسة قبل المنتمون إليها التحدي ليحصدوا خيرا بما أقدمت عليه أفعالهم وجهودهم لتكتسي بلباس البراعة والتفوق نظير إصرارها واجتهادها. كل إنجاز عظيم كان يعتبر ذات مرة مستحيلا، إلا أن لا مستحيل وجد في حسابات جميع منتسبات مدارس الإيمان قسم البنات التي دخلن مضمار تحدي القراءة العربي بطبعته الثانية لمساماة ما ينوف على 41 ألف مدرسة جاءت من مختلف الدول العربية. مبروك لمدرسة الإيمان من مملكة البحرين. مفازة وقفت خلفها جهود إدارة داعمة كرست جل وقتها ووفرت إمكاناتها كافة على مدار سنة كاملة ليظفر فريقها بالمركز الأول ولا غير ذلك في أكبر مسابقة دولية تهتم بالقراءة. هذا التميز لم يأتي عزفاً، وإنما كان له تخطيط من سنوات، والحمد لله نعمل بروح الفريق ونعمل بجد ونشاط واجتهاد لخدمة التعليم ولرفع مستوى الطلبة. مبادرات بمسميات متنوعة وأنشطة تحفيزية هدفت من خلال تطبيقها مدرسة الإيمان إلى تفعيل رغبة القراءة في نفوس طلابها، الأمر الذي ساهم في تكوين علاقة موثوقة بين الكتاب وبين من صادقه وصاحبه كخير جليس في زمانه من ناحية، ومهد الطريق نحو تفوق مستحق جاء من نصيبها على حساب آلاف المدارس المنافسة من ناحية أخرى. إقبال الطالبات على القراءة واقتناء الكتب واستعارتها بشكل دوري ساهم في رفع زيادة نسبة الكتب المقروءة لدى الطالبات، ومشاركة أولياء الأمور أيضا في دعم هذه العملية واستعارة من المكتبة باستمرار زاد من نسبة عدد المقروءة في المدرسة، فوصلنا إلى أكثر من 16,000 كتاب، وشاركت جميع الطالبات بنسبة 100% في هذه المسابقة. التخطيط، المتابعة، الفعاليات، تدريب الطالبات، عدد الفائزين من المدرسة، عدد الطلبة اللي شاركت وخلصت 50 كتاب ونسبتهم للعدد الكلي في المدرسة، تحقيق المعايير بشكل مبدع ومميز هو اللي فرق مدرسة الإيمان عن 41 ألف مدرسة تقدمت للمنافسة للحصول على هذه الجائزة. كد وتعب ونظرة طلابية حقيقية لم تحيد عن هدفها في إمضاء المراد وفرض ذاتها المعرفية. سعيدة جدا لأن مدارس الإيمان تمثل البحرين عربيا، فهي الأولى بين 41 ألف مدرسة، شعور لا يوصف حقيقة، فخورة. كان عندنا دور كبير في تحقيق هاي الإنجاز، بحيث إن إحنا كنا مشاركين في هاي المسابقة بنسبة 100%، غير الزيارات اللي كنا نروحها حق المعاهد ونقرأ لهم قصص، وغير أصحاب الهمم اللي كانوا يجون لنا وكنا نسوي لهم نشاطات وايد، وحتى كان عندنا فعالية المكتبة المتنقلة اللي كانت تقوم في أثناء الفسحة، كانوا طالبات يجون لها بأعداد وايد وكانوا يختارون كتب اللي يبونها ويرجعونها في نفس الوقت. غلبة أثبتت حسن مخرجات بيئة بحرينية تعليمية نموذجية تحرص المملكة على مداراتها بالوجه الأكمل. إن خوض البدايات يكون حقا للجميع، ولكن الثبات في النهائيات يصبح حكرا على من استحق وسم التميز مقابل ما يمتلكه من تفرد. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.